بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم في محاضرة كورونيك كيدني ديزيز. بصراحة كورونيك كيدني ديزيز هذه زي ما شرحنا في البداية اليونت تراكت انفكشن، لازم أشخصها كويس. إذا شخصتها كويس وعالجتها كويس إن شاء الله رب العالمين حيكون إيش، ما يتورطش الحالة إلى رينال سكارينج أند كورونيك كيدني ديزيز. أهم شيء كديفينيشن إيش كورونيك كيدني ديزيز. بصراحة إذا كان الكيدني دامج وصلت إلى وصار في عنا الجومي فلتريشن ريت أقل من 60 أو 75 مل بير مينت بير 1.73 سكوير متر سيرفيس إيريا لمدة 3 شهور أو أكثر، ممكن إيش صار عنده كورونيك كيدني ديزيز. زائد بعض المؤشرات اللي هي مثلا اليوريا والكرياتينين واليورين والبلاد ممكن تأشر لنا انه في عنده ايش كرونيك رينال ديزيز، او الجي اف ار اذا كان زي ما قلنا قل عن 75 او 60 مل بير مينيت بير 1.73 سكوير متر سيرفيس اريا. هذا اذا كان وصل للجي اف ار اقل من 10 او يساوي، مشكلة كبيرة لإند ستيج رينال فيلير. كرونيك كيدني ديزيز في الأطفال بصراحة بريفالنس لهم حوالي 18 إلى 20 لكل مليون من نسمة من الأطفال. بروجنوزز داهم بصراحة تحسن كتير جدا عن السنوات السابقة. ليش طيب؟ لأنه زي ما تعرفين العلم تقدم، الأجهزة، الميديكال تريتمنت، صار عندنا مثلا إريتروبويتين من السكوتانيس، لو كان في انيميا صار في عندنا هيموداليزيز او بريتونيداليزيز، في عندنا رينا ترانسبلانتيشن الحمد لله عندنا حوالي فوق الأربعين حالة عملهم في غزة. فهنا تحسن كتير المانجمنت وعشان كده البروجنوز صار احسن بكتير. في ستيج للكرونيك كيدني ديزيز في 5 ستيجز. اول واحدة اذا كان كيدني دامج وذ نورمال او زاد الجي اف ار عن أكثر من 90 أو يساوي 90 مل بير مينيت بير 1.73 سكوير متر سيرفيس إيريا، أو كان ستيج 2 إذا كان جي اف ار أقل من 60 إلى 89، ستيج 3 إذا كان جي اف ار أقل من 30 إلى 59، ستيج 4 إذا كان جي اف ار أقل من 15 إلى 29، وأخيرا إذا ستيج 5 اللي هي فيلير بتكون كدني أقل من 10 أو 15 سي سي اللي هي بير مينيت بير 1.73 سكوير متر سيرفيس إيريا. الجي اف ار بصراحة يختلف من عمر الإميونيت إلى حتى البريتير مع الفول تير مع الإنفانت عن تشيلدرين على الأدلت. بصراحة إحنا نحفظ أكتر شيء في تشيلدرين إنه الجي اف ار اللي هو 0.45 هذا الكونستانت نحسبها، وكيبدا عمل الجي اف ار احسابه للكي كونستانت هذا 0.45 ضرب اللينث باي سنتيمتر على السيرم الكرياتينين ويطلع لي قديش، ونشوف هل في عنده كرونيك كيدني ديزيز بالجي اف ار قدر الحساب. لقيت ان نعملكم ايش زي كيسز شفناها، عملنا استدي في المستشفى غزة الاوروبي من فترة طويلة. اول طفل اجاني على 5 شهور ولد referred from primary center وقالوا عليه والله عنده abdomen distension واحتمال يكون عنده hepatosplenomegaly normal delivery وما فيش أي neonatal problems، لكن لما فحصته بصراحة كان البيبي healthy كويس، لكن في الابدومين examination لقيت أنا pulmonary kidneys، لكن غير كده ما فيش normal chest والheart والCNS examination normal. عملنا investigation، أهم شيء الألتراساوند طلعت عنده بيجو استنوزز بلفي يورتريك جانكشن استنوزز وعنده بايلاترال هيدرو نفروزز. بصراحة كان عندنا البيداتيك سيرجن دكتور جهاد وعملنا له IVB انترفينوس بايلوغرافي وطلع عنده فعلا بايلاترال بيجي استنوزز وفي عنده هيدرو نفروزز. دخلنا طبعا في قسم الجراحة ونعمل له اندوسكوبي وطلع عنده ايش في بوستيريفال فالف وي اوبستراكشن، نعمله على طول سيرجيكال بروسيجر بايلوبلاستي وتحسن كتير وطلعت حتى المزرعة فيها كليبسيلا واخذ علاج وانتيبيوتيك
وتحسن جدا جدا وصار كويس الطفل. إذن أول حالة في congenital problem هي bilateral POG stenosis مع hydronephrosis. مرات بتشخص antenatal diagnosis وخاصة البوسيوترال فالف لو انعمل لست ultrasound في لقوا في الرينال يورين بلادر دايليتد واليوريتر دايليتد احتمال يكون عنده بوسيوترال فالف. ولما يتولد الطفل ممكن نعمل له فويدنج سيستوريغرافي بيطلع لي بوسيوترال فالف. ومرات بتعالج هذا البيبي انترا يوتراين بصراحه احسن شيء باي بايروبلاستي او فلجريشن للفالف. في انذر بيشنت 8 سنوات ونص ولد هذا دخل في السيرجيكال وورد كان متحول على اساس انه عنده يورينري ريتينشن. البيبي هذا الام بتقول انه كان عنده هيستوري اوف دريبلينج اوف يورين ودائما بيفحصوا له البول بيقولوا عنده يورين تراكت انفكشن وبياخد علاج، لكن للاسف انه صار عنده يورين كونتيننس ودائما صار عنده يورين ريتينشن. راحوا عملوا له قسطره وعملوا له فيسكوستومي لكن له 3 شهور على الرغم من انه في سيستم وفي قطعه كاثيتر لكن اوبستراكتد. فراح حولوه الى المستشفى الاوروبي. لما احنا نفحص عندنا في هذا لقينا اول شيء الفيتال ساينز تاعته عنده هايبرتنشن بيل في انتكبنيا البلس كويس ما فيش جونديز ولا سكن راش. في الابدومين اكزامينيشن كان ديستندد. في الفسكوستومي الاوبننج هذا والكتر لقيناها مسكره بصراحه. بالالترا ساوند لقينا الكدني اليسار اكثر من الكدني اليمين. انفستيجيشن برضو في الالترا ساوند فعلا ظهر انه بايلاترال عنده هيدروفروزز. ولما نعملها له بلاد انفستيجيشن لقينا في عنده الكدني فانكشن في عنده رينال امبيرمنت خاصه كريتينين كانت 2.5 البوتاسيوم 6.2 من 10. اليورين كان فيها كلها بس سيلز وطلع اليورين كالتشر بسيدوموناس ايروجينوزا. البلاد كاز كان في عنده شويه ميتابوليك اسيدوز. طبعا دخل المستشفى في القسم اخذ انتيبيوتكس اي في فلويدز. نعمل له سيستوسكوبي بصراحه باي بيدي سيرجن لقينا البوسيروتال فالف. عمل له فالجريشن والكاثيتر بعديها تاعت الفيسكوستومي اتشالت والفيسكوستومي كلوزد وصار كويس. وحتى كرونيك رينال فيلر هذا تحسن وعالجناه بالانتي هايبرتنسيف دراجز. وفي الاخر عملنا له انفستيجيشن طلعت الرينال فانكشن احسن من اول. بدأ 2.5 كريتينين صارت 1.4 بوتاسيوم كويس 4.3 من 10 وبلاد بريشر اتحسن. فهذه الكيس نيجليكتد كيس وبسيوتر فالف وكان كرونيك رين فيلر او كرونيك كيدني ديزيز مع يورين تراكت انفكشن. هلا هذا الاخير 11 سنه ونص ولد هذا بصراحه وانا كنت في لجنه العلاج بالخارج فالطفل محطوط له ايش ريفير از انيميا فور انفستيجيشن. لكن انا لما شفته اكيد ليش طب هذا انيميا فور انفستيجيشن لقيت وزنه قليل عنده ضغط ومكتوب له انه نيوروجينيك بلادر. فرحت حولته الى مستشفى غزة الاوروبي وهناك لما اجى صرت اسال عن اهلي ايش كيف هو. فقالوا لي والله بعد الولاده احنا شايفين وكنا دريبلينج اوف يورين كان شويه وجلده كانه مجعد رينكلد وسكن وكان ابدومين ديستنشن وعنده كونستيبيشن كرونيكلي ودخل عده مرات في المستشفيات ويعالجوه يقولوا لنا عنده التهابات في البول لكن ما فيش اي ريبورت بصراحه. اخر 3 شهور بصراحه فحصوا له دمه في البندر لقوه انيميا 6 جرام وقالوا بدنا نحوله برا. هنا لما احنا جينا نفحصه بصراحه اول شيء لقينا وزنه 26 كيلو وطوله 127 سنتي ريتاردد جروث والجي اف ار كانت قليله حوالي 30 كان شورت بيل. بلاد برشر كان عالي 110 على 70 على عمره. هيوج ديستندد فول بلوث بوث فلانكس. كانت الابدومين الجلد تاعه كان مبين قدامك مصارين يعني بصراحه الديستين. لقينا انه بوث تيستس اندستندد زي ما انت شايفين صورته كيف الابدومين ديستنشن
وجلد ما فيش، كأنه في عضلات البطن ما فيش، ما فيش التستس مش نازلة في مكانها الطبيعي. عملنا له انفستيجيشن الترا ساوند، تبين عنده بايلاترال سيفير هيدروفروزيس فيري ثين كورتكس، وعنده بايلاترال هيدروريتر لارج يورين بلادر. السي بي سي كان الهيموجلوبين واطي 6.1 جرام، كان عنده رينال فانكشن ديسترب، يوريا 90، كرياتين 2.2، البوتاسيوم عالي 5.3، كان اليورين اناليز كله فيه بسلز وفي ار بي سيز، اليورين كلشر لانه ما اخذ انتي بيوتيك سابقا ما كانش نيجاتيف، يورين الكترولايز نورمال. شوف كيف عملنا له اي في بي، بصراحه شوف كيف هيوج سيفير هايدروفروز كان فيه. طبعا عشان الهيوج هايدروفروزز نعمل له نفرستومي شوي يخفف منه، وبعديها أخذ علاج. بصراحة قسنا له الجي اف ار زي ما قلنا لكم طلع 31، هذا في ستيج 3 تقريبا. إذا هذه الحالة من الابدومين ماسكوليتشر بكون مش موجود أو بارشلي موجودة، في انديسندد تيستيكلز وعنده اوبستراكتيف يوروباثي احتمال كبير يكون عنده بسيروترال فالف. هذه الحالة بسموها برومبيلي سيندروم مع كرونيك كيدني ديزيز. هي شكله البرومبيلي ديزيز وايش في الكونجينيتال انوماليز، وغالبا بكون عنده ايش اوبستراكتيف يوروباثي. اذا كرونيك كيدني ديزيز بتيجي مرات ما فيش سيمتومز له، لكن بيجينا مرات عنده انيميا، جروث فيلير، عنده هايبرتنشن، اي حاجه معينه زي هيك. ايش الايتيولوجي تاع الكرونيك كيدني ديزيز؟ بصراحه اذا كان دون الخمس سنوات بكون مينلي كونجينيتال، وإذا أكثر من 5 سنين بكون أكوير. بصراحة affects more male than females with males representing 64% إلو. زي ما قلنا إنه 18 إلى 20 لكل مليون من population بصير عندهم إيش chronic kidney disease في الأطفال. الإيتيولوجي معظمهم congenital إذا كان، أو metabolic إذا كان أقل من 5 سنين، وإذا كان أكثر من 5 سنين بكون إيش أكوير. زي إيش الأكوير؟ زي inherited disease، familial juvenile nephronophthisis، nephritis، Alport disease، hemolytic uremic syndrome، cystic disease، hereditary disorder، كله زي هيك. أو الميتابوليك البوليسيستيك كيدني ممكن يصير عندهم، cystinosis ممكن يصير chronic kidney disease. إيش الباثوجينيزيز للكرونيك كيدني ديزيز؟ هايبر فلتريشن بروتين يوريا والهايبر فوسفاتيميا اند هايبر ليبيديميا. زي ما قلنا في السابق في الاكيوت كيدني انجري في 5 ستيجز لهم هذا كرونيك كيدني ديزيز نعرفهم، والجي اف ار لازم نحسبه كيف، والمعادله السهله زي ما قلنا في الكي كونستانت وفي لينث باي سنتيمتر او الهايت، على نقسمهم على بلازما او سيرم كرياتينين بالمليغرام بير ديسيليتر، نحسبها ونشوف قديش اي ستيج كرونيك كيدني ديزيز. في انذر ماركرز للكيدني دامج سواء بلاد او يورين، والايمجينج برضه بتساعدنا، الالترا ساوند، الاي في بي او ام سي يو جي، هذا كله ممكن تساعد في التشخيص. ايرلي ستيج اوف كرونيك كيدني ديزيز بتكون اسيمتوماتيك، لكن ممكن إذا طولت كتير بصير عنده هايبرتنشن، جروث فيلير، وكتير خالص كل رين فانكشن ديستير بتعملنا مشاكل كبيرة. كومليكيشنز فور كرونيك كيدني ديزيز، في ديس اوردر فلويد اند الكترولايت، زي ما انتم عارفين الكلية ايش مصفاة للشوائب، فإذا بصير ممكن ايش ديس اوردر فلويد والكترولايت، ممكن يصير ميتابوليك اسيتوزيس، رينال ديستروفي، اوستي ديستروفي، انيميا لانه الاريتروبيتين تصنع برضه في من الكدني، ممكن يكون هايبرتنشن عشان الرينين، هاي ديسليبيديميا، اندوكراين ابنورماليتي خاصه جروث هرمون، جروث امبيرمنت اند ديكريس كليرانس اوف رينال اكسكريتد سبستانسز، ممكن ماليورينيا. نمره واحد اللي هي فلويد اند الكترولايت ابنورماليتيز، الصوديوم and water balance usually maintain until GFR أقل من 10 إلى 15. هايبركاليميا إذا قل GFR inadequate potassium excretion. الميتابوليك أسيدوزز ليش أمونيوم excretion begins to fall and decrease bicarbonate reabsorption. ليش بصير عندنا رينال أوستيودستروفي؟ تعرفين الفيتامين دي ممكن بتصنع في نفس الكلية،
فكرونيك ديزيز decrease production of calcitriol and decrease renal clearance of phosphorus and increase of serum phosphate والباراثيرويد هرمون بتزيد، فبصير عندنا رينال اوستيودستروفي. ليش الانيميا بتصير؟ خاصة نورموسيتيك نورموكروميك انيميا عشان الإريتروبوتين برودكشن بقل في الكرونيك كيدني ديزيز. ليش هايبرتنشن؟ فوليوم اكسبانشن اكتيفيشن رينال انجيوتنسين سيستم وميبي ديو تو اني ميديكيشن يوز. ليش بصير ديسليبيديميا اند اثيروسكلروزيس؟ اللايبروتين لايبيز اكتيفيتيز ريدوس ان ادفانس رينال فيلير، سيركوليتنج لايبيز انهبيتور اولسو ميبي ريتيند ان رينال فيلير. في اندوكراين ديسفانكشن خاصة جروث هرمون ميتابوليزم بصير عنده جروث فيلير. برضو ثيرويد فانكشن لو تي 4 و تي 3 ونورمال تي اس اتش ليفل اند جونادال هرمونز ديليت بيوبرتي. في انذر كومبليكيشن جروث امبيرمنت خاصة اذا كان صار عنده ميتابوليك اسيدوزز ديكريس كالوريك انتيك رينال اسيدوستروفي والتربنيشن في جروث هرمون ميتابوليزم. يورينيا اليورينك ستيت بتعمله انوركسيا نوزيا فومتنج جروث ريتارديشن بليد ديسفانكشن بيركاردال ديزيز بريفرال نيوروباثي اند سنترال نيفروس ابنورماليتيز. هلقيت بدنا نعالج الحالات اللي هي بتعملها كرونيك ديزيز نمره واحد فلويد اند الكترولايت ابنورماليتيز مينلي كونزرفتيف اند رينال ريبليسمنت ثيرابي. بصراحه الكرونيك ديزيز هذا زي سيريبر بولسي مالتي ديسيبلينري تريتمنت، كل التخصصات بتعالجها تاع الكارديوفاسكولار تاع النيورولوجي تاع النيوتريشن تاع النيفرولوجي البيدياتريشن السيرجري عشان ممكن يحتاج رينال ترانسبلانتيشن الدايتيشن النيرسري، طبعا كل شيء بدهم ايش يساعدوا في علاج كرونيك كيدني ديزيز. مين اللي كونزيرف تريتمنت بصراحه الها، لكن برضو كل حاجه بدنا نعالجها زي مثلا ريفرسبل رينال ديسفانكشن سلو ان كرونيك ديزيز بروجريشن وخاصه بالدايت. كيف بدنا نعالج الكومبليكيشن تاع كرونيك ديزيز؟ صوديوم اند ووتر ريتينشن دايتري صوديوم ريستريكشن، لازم اذا كان بحط والله ملح زياده مخللات بدنا نمنعه كويس. الصوديوم انتيك لازم يكون في حدود 1.2 الى 1.5 جرام بردي، او نستخدم مرات ديوريتكس فروسمايد ثايزايد ديوريتكس. الهايبركاليما لازم لو بوتاسيوم دايت ادمنستريشن لوب ديوريتكس كوريكت دوزز، واذا كان الهايبركاليما نستخدم كيكزاليت او رينال ريبليسمنت ثيرابي. الميتابوليك اسيدوز نديهم صودا بيكربونات، رينال اسيدوستروفي نديهم ادمنستريشن اللي هو فيتامين دي، الهايبرتنشن بالانتي هايبرتنسيف دراكس. الانيميا طبعا نديهم اريتروبويتين هذا سبكتانيوس انجكشن كل شهر ممكن ياخده. التريتمنت الانيميا اذا لقيناه واطي خالص بصراحه اقل من 10 نديهم ايش ايون ثيرابي اند بلاد ترانسفيوجن. الليبيد ديسوردر اذا لقينا لو دينستي لايف بروتين اكثر من 100 ملي جرام بير ديسيليتر نستخدم الاستاتين. نيوتريشن لازم احنا قلنا البروتين نقلله 1 ل 2 جرام بير كي جي بير 24 اورز ريستريكشن، وندي الفيتامين اللي اي بي سي اي والكي كل هذول ماينرز زنك والكبر. جروث اذا لقينا جروث ريتارديشن وجروث هرمون لو ممكن نديله جروث هرمون عشان يطول شويه يكون افضل. اليوريميك بليدنج اف اندرلاين بروسيجر اكتيفلي بليدنج نستخدم ديسموبريسين او كريوبريستيت والاستروجين اند كوركشن للانيميا. واليوريميك بيريكارديتس طبعا هذه في ليت ستيج الكرونيك كيدني ديزيز ان ذا كيس نيدز دايليسيس. بصراحه اذا احنا ايرلي دايجنوز اوف كرونيك كيدني ديزيز وعالجناه كويس بصير بروجنوزز فيري جود الحمد لله رب العالمين. اذا كان احتاج دايليسيس متوفر انه ممكن اخيرا يحتاج رينال ترانسبلانتيشن افتر حتى الابروريت كروس ماتشنج ال اتش ال اي بتوين احسن القرايب للاهل. يعطيكم العافيه، شكرا لاستماعكم، الله يبارك فيكم، شاكرين جدا.